عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان المتابعة تكشف الأخطاء، تكتب صفية مصطفى أمين في عدد الغد من المصري اليوم، متسائلة عن سبب تعثر المشروعات الاستثمارية التي وقعت عليها الحكومة مع المستثمرين، وقالت سوف نجد مشروعات بمليارات متوقفة لأسباب غير مفهومة مثل تغيير وزير أو عدم حماس وزير جديد لإتمام مشروع بدأه من سبقه، محذرة من أن نتائج ذلك سينعكس بالسلب على الشعب اتجاه أي أحاديث عن التنمية. يعني إلى أي مدى حضرتك تتفق مع المقال ده، خصوصا أنه فعلا التغييرات الوزارية مستمرة وأنا أعتقد أنها مش هتتوقف عن قريب. أنا أتفق معها، لأن إحنا لابد من التركيز وتوحيد الجهود وتوحيد الرؤى ورسم صورة ذهنية حوالين المشروع الأكبر أو المشاريع الأكبر اللي هتتحرك فيها الدولة. لأن لما أنا أفتح لمواطن أقول له، حتى في الرسائل السياسية بيقول لك في خطبة بتيجي تخطب سياسيا لابد أن تتخذ ثلاث رسائل مش أكتر، فإحنا لازم نتخذ مشروع 2-3 ماكسيموم عشان أوحد وجيش الشعب المصري وجدانيا واقتصاديا من أجل إنجاح هذا المشروع مثل ما حدث في قناة السويس. فأتمنى نركز جهودنا، ما نفتحش قوي في كل المشروعات مرة واحدة، نوحد نجيب إنجاز ونجيب الجون الأول فالناس تصدق نجيب التاني والتالت والرابع. طول ما أنا فاتح في الملعب على الآخر ومش عارف الجون مش قادر يجي فبيعمل إحباط للشعب. فأتمنى الحكومة صادقة تكمل، بس تركز لنا في مشروعين 3 جداد كلنا وراها إن شاء الله. إن شاء الله.